على مساحة 75 ألف متر مربع وأكثر من 400 مشارك رسميا يمثلون 62 دولة. انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفكس في نسخته 12 والذي يوفر في هذا العام 350 منصة من أكثر شركات الدفاع والمطورين والمصنعين وأعضاء صناعة الدفاع في العالم. تجديد شراكات جديدة وشراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم في مجال الصناعات، في مجال توطين التكنولوجيا، في مجال إشاعة بين الناس وبين كل هذا الجمهور اللي شفناه اليوم من مختلف دول العالم أمن هذا الأردن وأمن هذه المملكة وديناميكية هذه المملكة وقدرة الإنسان في هذه المملكة أن يبني وأن يصنع وأن يتقدم وأن يطور وأن يكون دائما متميزا. نهدف إلى تبادل الخبرات ورفع مستوى التعاون والتنسيق ما بين مديرية الأمن العام وهذه الدول، لأنه كما معلوم الجريمة أصبحت جريمة عابرة للقارات مثل جرائم الإرهاب، جرائم التجارة بالبشر، جرائم غسيل أموال، جرائم المخدرات، فنهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق. ويعد سوفكس المنصة الأولى عالميا لعرض الأفكار الأكثر جرأة والتقنيات المتطورة حول العالم في مجال الدفاع والأمن الداخلي، حيث يعد الدفاع والأمن الداخلي هما الأمران الحيويان للدول، لذا تتكاتف الجهود من أجل تجهيز القوات المسلحة بأفضل الوسائل والتقنيات. في هذا الملتقى وهذا المعرض شاهدنا كثير من المنتجات، الأسلحة، المعدات، العجلات. هذا العام كان مهم هذا الملتقى لمناقشة ما تم تحقيقه من انتصارات على داعش والتنظيمات الإرهابية بالمنطقة، والحروب المتوقع المستقبلية اللي نسميها الحروب الهجينة أو المنطقة الرمادية، طرحت كثير من الأفكار لمناقشتها. معرض يمثل منصة عالمية هي الأضخم في العالم لتبادل الخبرات وتوفير الحلول الفعالة للتحديات الأمنية التي تواجه دول العالم. حيث كان عقد مؤتمر العمليات الخاصة الذي ركز على سبل تفعيل الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف والحرب الهجينة والقضاء على داعش في الدول المحيطة. دام الكرد، قناة الغد، عمان.